أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا المقطع أيها الأخوة افتتح بالإشارة الصريحة عن القرآن الكريم وأنه مصدر هداية هذه الأمة ومصدر عزها ونصرها والمبشر لهذه الأمة بالتمكين، فإن الله عز وجل قال: يهدي ويبشر المؤمنين. فلا شك أن من تبشيره تبشير الأمة بالتمكين والنصر، فدلت على هذه الآية أن هذا القرآن هو مصدر عز الأمة وتمكينها وهدايتها ونصرها. لكن هنا سؤال تتأملونه، وهو: ما مناسبة تعقيب قول الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ كيف نجمع بين الآيتين في مناسبة واحدة؟ نعم. يعني هؤلاء كفروا وكذبوا، نعم، وهؤلاء آمنوا، هذا قصدك؟ طيب، في نعم. طيب، لا أريد المناسبة للآية اللي قبلها. نعم، نعم. طيب، لاحظوا أيها الإخوة أن الله تعالى في الآية الأولى هدد بني إسرائيل وتوعدهم، وأنه قال: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ثم قال للأمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يؤكد لنا أيها الأحبة إلى أن الطريق للنصر على بني إسرائيل هو إيش؟ القرآن، هو أخذ القرآن والقيام به. فإن الأمة إذا قامت بالقرآن حق القيام فإنها منصورة بإذن الله تعالى، مهدية منصورة. ولهذا قال: ويبشر المؤمنين، وأعظم بشرى هي التمكين للدين. فإذا اهتدوا بشروا بالتمكين. فما أعظم هذه المناسبة أيها الأخوة في مثل عصر الحاضر وحال الواقع الآن، والأمة الآن تعيش ضياعاً وضلالاً وترد في منزلتها ومقامها بين في العالم. إن الأمة أيها الأخوة لن تنصر اليوم فيما هي فيه من بلاء ومحنة على أعدائها، سواء كان اليهود أو النصارى، إلا بأمر واحد وهو القرآن. ليس لها نصر ولا تمكين ولا علو في الأمم إلا بكتاب الله عز وجل: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويخفض به آخرين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. والله ما في الأمة اليوم من الضعف والذلة إلا بتخليها عن رسالتها العظمى وهي القرآن. الأمة يا أخوان الآن ونحن جميعا بحاجة إلى أن نعود إلى القرآن، وبحاجة إلى أن نذكر الناس بهذا الكتاب العظيم، وأن نربطهم به هداية في مثل الهدايات التي ذكرها الله عز وجل بعد ذلك كما سنبينه.
لو عادت الأمة إلى القرآن فسيعود لها، ستعود لها حياتها ونهضتها ونهوضها بين الأمم بإذن الله تعالى. وإنني أقول أيها الأخوة بما أراه من واقع بإذن الله تعالى، والتفاؤل هو شأننا جميعا، أننا نرى بإذن الله عودة للقرآن في أمة الإسلام، نرى عودة من خلال هذه الحلقات التي تمتلئ بها المساجد ودور النسائية وغيرها، نرى العودة للقرآن في مثل هذه الدروس التي لله الحمد بدأت تكثر وتزداد ويزداد عليها الناس. لم نكن نسمع كثيرا في دروس التفسير، دروس القرآن ومجالس القرآن، لكن لما وعت الأمة قيمة هذا القرآن بدأت تبحث عنه وبدأت مثل هذه الدروس. ولهذا ينبغي أيها الأخوة أن نحيي مثل هذه الدروس في بيوتنا ومساجدنا، وأن يكون لنا شأن في مدارسته وأخذ الهدي منه، فإن ذلك سبيل لحياتنا بأنفسنا واستقامتنا وصلاح شأننا أفرادا وجماعات. هذه الآية أعظم دلالة على هذا الأمر. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لاحظوا أيها الأخوة إلى أنه ينص على أن هذا القرآن يوصل لأقوم السبل وأكمل الطرق، ولا شك في ذلك، لأنه كلام الله ومنهج الله ورسالة الله إلى البشر. الله عز وجل خلق البشر وهو أعلم بما يصلحهم وأعلم بفطرهم، فأنزل عليهم هذا القرآن الذي يكملهم. لا كمال للإنسان إلا بهذا الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فما أعظم أيها الأخوة لمن أراد أن يكون على أقوم سبيل وأحسن حال في الدنيا حتى في أمور دنياه، أن يكون له شأن بالقرآن، وأن يتحلى به علما وهداية وعملا. والسبيل إلى ذلك لمن أراد السبيل هو التدبر، أن تعيش مع كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل ونظر، تنظر ماذا يريد الله وما هو نصيبك من هذا القرآن. قال الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لاحظوا أن الله تعالى وعدهم بأن حينما يهتدون بالقرآن ويعملون الصالحات التي هداهم إليها القرآن أن لهم أجرا كبيرا، ليس أجرا قليلا أو أجرا غير مقدر، وإنما هو أجر كبير. والأجر هنا أيها الأخوة شامل لأجر الدنيا وأجر الآخرة. ولا شك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فالأجر الموعود به هنا وإن كان ظاهر فيه الآخرة إلا أنه يشمل أمر الدنيا وأجر الدنيا. قال الله عز وجل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. في هذا توعد للكافرين، وتوعد للكافرين من بني إسرائيل وللكافرين من المشركين. فإن كما ذكرت لكم أن هذه السورة في سياقها توعد للمشركين بأن أمرهم سينتهي، وفيه آية تدل على ذلك، وبأن اليهود أمرهم سينتهي وفيه آية تدل على ذلك. وإني أسألكم أيضا، من يأتي لي بآية تدل على نهاية قريش؟ من يأتي لنا بآية في السورة تدل على نهاية المشركين، كما أننا ذكرنا آية تدل على نهاية اليهود، مما يؤكد لنا أن هذه السورة تبرز لنا قيمة هذه الرسالة، وأنها الظاهرة وأنها المنتصرة، وأن لها بإذن الله تعالى المستقبل المشرق إلى قيام الساعة. ثم قال الله عز وجل في الآيات معنا أيها الأخوة: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما مناسبة هذه الآية؟
لما قبلها حتى يتحد السياق والمعنى معنا. مناسبتها والله أعلم هي بيان حال الإنسان بغير هذا القرآن وبغير هذه الهداية. ما هو حاله؟ قال: يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. كيف يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ كيف؟ ما مثال ذلك؟ كيف يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ نعم. طيب وغيره؟ نعم. لا جيد. هو أنه إذا لم يكن قصده ونيته رضا ربه فإن ما يسأله لا ضرر عليه. يعني من يقول اللهم زدني مالا وولدا وليس قصده إلا التكثر بالدنيا وجمعها والانشغال بها فإن هذا سيكون شقاء عليه. إذا طلبت الدنيا للدنيا أشقاك الله بها، وإذا طلبت الدنيا لله ولوجه الله عز وجل أعانك الله عليها وكانت سببا في قيام حالك. فهذه الآية تدلنا على هذا المعنى العظيم أيها الإخوة، أن بعض الناس قد يسعى لشقاء نفسه ويسأل الله ذلك بأن يكون يدعو ربه بأمر الدنيا الذي هي في أصلها شر. أصل الدنيا شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. فأصل الدنيا وما فيها ليس خير إلا ذكر الله عز وجل وما ولاه. فأنت إذا سألت الدنيا لغير الله كانت شراً وبالاً عليك لأنها ملعونة. فانظروا هذا المعنى العظيم. ولهذا قال: وكان الإنسان عجولاً، أي همه الدنيا العاجلة وينسى الآخرة الباقية والخلود الدائم في الآخرة. فهمه الدنيا بعجلته وينسى هذا الهدي وهذا القرآن وهذه الرسالة وليس له بحاجة بها، وهمه هذه العاجلة. قال الله: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. ما مناسبة هذه الآية في سياق الحديث الذي تحدثنا عنه؟ هو أن الله يري الإنسان آيات عبرة بأنه سيزول، لن تدوم بالدنيا ولن تدوم لك الحال. جعلنا الليل والنهار آيتين، ما دمت ترى الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل فإنك أنت زائل إلى مثل ذلك، متغير حالك. فانظر وتبصر. ولهذا قال الله عز وجل: وجعلنا آية الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي لتعتبروا بهذا الاختلاف. كما قال الله عز وجل في آية أخرى، من يذكرنا آية تدل على ذلك؟ إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالله عز وجل يذكر الإنسان بذلك حتى لا يكون أمره قاصر على هذه الدنيا، كما أنه يرى بهذا الليل والنهار آيات الله عز وجل في الكون التي تدل على إنعامه عليه وفضله عليه. فإن في الليل آيات له، فيه سكونه وراحته، وفي الليل ابتغاء رزقه وإنارة طريقه. فهذه من حكمة الله في خلقه لأجل الإنسان. فهل يعي ذلك حينما سخر الله له هذه الآيات؟ قال الله عز وجل: وجعلنا آية، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. ابتغاء الفضل يعني في الدنيا بالرزق وما فيه صلاح دنياهم. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بيناه تبيينا واضحا لكم لتعلموا أن الله حق وأنه الواحد وأنكم تعبدونه دون سواه.
قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها سلمكم الله أن الله يقول: يا أيها الإنسان، أنت في هذه الحياة لا تعيش هملا، تفعل ما تشاء، فاعلم أنك محاط برقابة إلهية، وأن كل شيء محصن عليك. ولهذا قال الله عز وجل: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لكن هنا سؤال مهم جدا، وهو: لماذا قال الله عز وجل ألزمناه طائره في عنقه ولم يقل كل إنسان محسوم عليه عمله؟ ما سر التعبير بقول ألزمناه طائره؟ هذه فيها دلالة إلى أن مستقبلك بحسب حالك، مستقبلك بحسب حالك. كيف ذلك؟ يعني انظر، السورة تدلك كلها تدل على أن بالإسلام، قيام الإنسان بالقرآن والإسلام هو خير له ومستقبل مشرق، وبغير ذلك هو في سفول وتردي. وستأتي آيات كثيرة تدل على ذلك في هذه السورة. هو أن المشركين كانوا يتطيرون، فكانوا إذا رأوا مثلاً الطير ذهبت يميناً تفاءلوا وقالوا أن هذا المسير فيه خير، وإذا رأوا الطير ذهبت يساراً تشاءموا، قال هذا المسير فيه الشر. فالله عز وجل يقول هنا: وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني إن عمل خيراً فخير له، وإن عمل شراً فهو شر له. اعمل ما تشاء ابن آدم، إن عملت خيراً فإنك ستنال خيراً من ربك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، نسوا الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل. وإن عملت شراً فإن هذا سيؤدي لك إلى شر. إذن هذا يبين لنا إخواني الكرام أن لكل عمل إيش؟ أثر. أن لكل عمل أثر، فعمل الصالح له أثر خير في صلاح شأنك وحياتك واستقرارك وسعادتك وغير ذلك، وعمل السوء والمعصية سيعقبه ندامة وهم وغم وحسرة إلى غير ذلك. أرأيتم كيف ذلك؟ هذا في الدنيا، وكذلك في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى قوله في عنقه، بما ماذا يدل؟ يدل أي إن أنك أيها الإنسان ليس لك سبيل عن أمر الله، ليس لك تصرف، أنت مرغم بجزاء عملك. فانظر ماذا ترى: محاسب ومجزي. فكأنه يقول: رغم أنفك سينالك جزاؤك رغم أنفك، لا سبيل، فانظر ماذا تختار. قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أي أن الله عز وجل يذكر أن عملك سيكون له أثره، فسيكون شريط عليك دائم، ثم يوم القيامة ينشر لك هذا الشريط كاملا، فستجني ما فيه من خير لنفسك وستجد ما فيه من سوء عليك. ولهذا قال الله عز وجل: كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يكفي أن ترى عملك لترى جزاءك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. كل هذا دعوة لهم إلى ماذا؟ إلى القرآن. ولهذا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم ذكرهم بحالهم بغير هذا القرآن وبحالهم معه، ثم قال: من اهتدى بهدي هذا القرآن؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أي أن الإنسان لن يجني عمل غيره ولن يجني غيره عمله. لك ما عملت، لكن
لا شك أنك إذا كنت سبباً في عمل الآخرين فإنك مثل أجورهم. من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. هذا لا ينافي، لا يخالف قوله ولا تزر وزرة وزر أخرى، بل هو يكمله. إن الإنسان لا يزر وزرة وزر أخرى لا علاقة له بها. عملت عمل وعملت أنا عملا، ليس لي أن أحمل وزرك ولا أنت تحمل وزري، ولكن لو كنت سببا في هدايتي فإنك لك أجرك، وإذا كنت سببا في وزري فعليك وزرك ووزري. هذا معنى الآية. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لاحظوا هنا تأكيد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم يا أهل الكتاب ويا قريش قد جاءتكم حجتكم وهذا الرسول بين أيديكم. ولهذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكأنه يقول هنا إن كذبتم بهذا الرسول فإننا سنعذبكم. قال الله عز وجل تأكيدا على ذلك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، فكأن هذا تهديد ووعيد لقريش ولليهود في ذلك أو لبني إسرائيل. قال ففسقوا فيها. لاحظوا أيها الإخوة أنه ذكر هنا سببي التدمير والإهلاك الذي ذكره الله تعالى في حال بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فذكر هنا قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ولا شك أن قوله أمرنا أو أمرنا هذا علو، والفسق هو المعاصي والإفساد. فتبين لنا أن سبب إهلاك الأمم أمران: علو وطغيان واستكبار، وإفساد وفسق وعصيان. وهذا هو الواقع أيها الإخوة في كثير من أحوال الأمم اليوم، وفي حال الأمم والدول التي نراها اليوم تهتز في أنظمتها حين أمر الله تعالى عليها هؤلاء الطغاة فترفوا فيها، فكانت الحياة كأنهم يظنون أن هذه الدولة لهم، كانوا يجمعونها وينالون منها ما شاءوا، وفي مقابل ذلك كانوا يعيثون فسادا وظلما وطغيانا في بلادهم. ويأبى الله عز وجل إلا أن تكون سنته التي لا تتحول، فإن هذا التغير للنظام للأنظمة هو مصداق قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قال الله عز وجل فحق عليها القول. ما هو القول؟ هو قول الله الحق في أخذ الظالمين المكذبين. ولهذا قال بعدها فدمرناها تدميرا. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إشارة في لأن الله عز وجل سيدمر أمر قريش وأمر بني إسرائيل حين يكون هذا حالهم. وليست هذه الآية التي طلبتها منكم في أمر نهاية قريش، لكن هذه مؤكدة لها. قال الله عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أي أن هذه سنة الله الجارية، فهذه الأمم أمامكم ترونها أو تعلمون حالها من بعد نوح، ثمود وعاد وفرعون، كل هؤلاء أخذوا بذنوبهم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، والتعبير بقوله خبيرا يدل على أن الله عز وجل لا يفلت من أمرهم شيئا، فإن الخبير هو دقيق العلم. الفرق بين الخبير والعليم أن العليم أشمل من الخبير، فالخبير هو الدال على دقائق الأمور وإحصائها،
فالسياق هنا لما كان في التهديد جاء بلفظ الخبير ليؤكد إحصاء الله عز وجل وعلمه بدقائق أعمالهم. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ماذا يريد الله عز وجل بهذه الآية؟ يقول: إذا كنتم تريدون سعيكم للعاجلة فالله عز وجل لا يمنعكم منها، لا يمنعكم منها، لكنه سيأخذكم بذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له، يعني من كان همه الدنيا فإن الله تعالى سيجعل له في ذلك ابتلاء وامتحانا حتى يعلم حاله وماذا سيكون. قال الله عز وجل: عجلنا له فيها ما نشاء. قوله ما نشاء يدل على ماذا؟ على أنها لا تدوم الدنيا لأحد، لا تدوم الدنيا لأحد، لأن الله تعالى بمشيئته تعالى قدر أن لا تدوم الدنيا لأحد، لكنه يعطيها الدنيا، يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، والدين لا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. قال الله تعالى: ما نشاء لمن نريد. وهذا يبين أنه ليس كل أحد أراد الدنيا حصلها إلا بإذن الله تعالى. لا سبيل لك والله لو بذلت كل جهدك وسعيت كل حياتك لتحصل ريالا واحدا لا يريده الله لك لا يمكن أن تحصل عليه. وهذا أيها الإخوة يعطينا أنه سعي الإنسان إذا لم يكن معلق بالتجائه إلى ربه فإنه محروم. فينبغي الإنسان إذا سعى سعيا للدنيا أن يستعين بالله عز وجل عليه حتى يعان عليه، حتى يعطاه ويعان عليه. قال الله عز وجل: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لماذا هنا ذكر جزاءهم في الآخرة؟ ذكر جزاءهم في الآخرة وهو مضمن لجزائهم في الدنيا. قال: جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لماذا قال مذموما مدحورا؟ أي أنه مذموم بعمله ومدحور في جزائه في جهنم، فهو دليل على ذم نفسي، هو يلقى بذلك عذابا نفسي وعذابا جسدي عياذا بالله. فأهل النار أيها الإخوة يجدون من الهم والنكد والمذمة والسوء في أنفسهم مثل ما يجدونه من العذاب الحسي في أجسادهم. قال الله عز وجل في آية ينبغي أن نعني بها أيها الإخوة وأن يكون الإنسان همه فيها: ومن أراد الآخرة. لاحظوا أنه قال من أراد، يعني هنا يتحقق شرط إيش؟ الإرادة، العزيمة، العزيمة صادقة ليس فقط تمن. ولذلك أكد هذه الإرادة وبين أنها سعي صحيح، أو بين أنها عزيمة صادقة، أنه قال بعدها: وسعى لها سعيها. وهو مؤمن، سعي وإخلاص، هذا شرط من أراد الآخرة. إذا كنت تريد علوا في الآخرة وتريد منزلة في الآخرة فانظر إلى أمرين: عزيمتك وعملك، وثالثها إخلاصك. هذه الأمور الثلاثة هي الأمور التي ستوصلك بإذن الله إلى مرادك: عزيمة صادقة، وسعي بعمل صالح، وإخلاص. السعي هذا يجب أن يكون مقترنا بالإخلاص، بالإيمان والصدق واليقين. فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن الله سيجزيهم بهذا السعي شكرا منه تعالى، ولا شك أن شكر الله تعالى دال على عظيم فضله لهذا العمل، وليس هو مقابل هذا السعي، بل هو فضل منه سبحانه وتعالى.
وكرم منه سبحانه وتعالى بأن الله يجزي الإنسان بعمله فضلا ليس هو مقابل عمله، لأن هذا العمل أيها الإخوة لا يساوي شيء أمام هذا الفضل الذي يمنحه الله لعبده. الله تعالى لو حاسبنا على نعمة من النعم لما استطعنا أن نقيم جزاءها أو نؤدي جزاءها بعمل حياتنا كلها. لو حاسبنا الله على نعمة البصر والله لم يكن لنا سبيل إلى القيام وأداء جزائها، لكن الله تعالى يجزينا في الدنيا بعملنا بغير حساب. قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا، هذا فيه تطميع حتى لأهل الدنيا، فيه تطميع لهم إلى أن يلجأوا إلى ربهم فيعطيهم. ولفظ العطاء أيها الإخوة فيه تكثير وفيه زيادة وفيه أيضا دلالة على أنه عطاء بلا مقابل، لأن قولك أعطيتك يدل على أنك أعطيتني شيئا بغير مقابل، فهو عطاء منك فضل وإحسان، غير قولك آتيتك أو آتيتك كذا. فالإعطاء، لهذا قال الله عز وجل في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، عطاء لا حدود له. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله أكبر، يعني الله عز وجل يقول نفضل في الدنيا من نفضل من أهل الدنيا وإن كانوا على غير الإيمان، لكن هذه في الدنيا يتفضلون فيها، لكن وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لمن أراد الفضل حقيقة فلينظر إلى فضله عند الله في الآخرة وليسعى إليه وليكن عمله متجه إليه. قال الله تعالى في آخر الآية المقطع هذا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذه الآية ما مناسبتها؟ هذه الآية مناسبتها أن الله تعالى بعد أن ذكر حال الدنيا وحال الآخرة نبه إلى أن حال من يريد الآخرة أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وهذا فيه تعريض لهؤلاء المشركين الذين جعلوا لله عز وجل آلهة أخرى، مع الله آلهة أخرى، والله يعطيهم ويمكن لهم. ألا يكون هذا العطاء باعثا لهم على أن يوحدوا الله وأن لا يجعلوا مع الله إلها آخر؟ هذا فيما يتعلق بمناسبتها فيما قبلها، ولها مناسبة بما بعدها نبينه إن شاء الله تعالى في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.